السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا كنت داخل في يوم الجامعة وكنت تايه زيكم، مش شفت الجدول ده. احنا مع بعض هنتمشي واحدة واحدة مع بعض في الجدول، مش هسيب حرف في الجدول لما أكون فهموك ومعرفوك. أول حاجة ده الجدول بتاع كلية هندسة جامعة كفر الشيخ. هنا كاتب لك اسم الجدول بتاعك، جدول مستوى صفر فصل الخريف، اللي هو أنت. احنا دلوقتي فصل الخريف بداية السنة، ودفعتك 2024. ده اسم الجامعة بتاعتك، ده جو الجامعة. عندك هنا الجدول عبارة عن 6 أيام في الأسبوع، ويوم الجمعة طبعا إجازة مش مكتوب، سبت حد اثنين تلات أربع خميس. هنا يوم السبت قدام محاضرة بلاك أسود، ده معناه إن أنت في اليوم ده مش هتحضر إجازة، قاعد في البيت ما وراكش حاجة، مش هتروح الكلية. تاني حاجة عندك يوم الحد في حاجات وراك هتروح تحضرها، نفس الكلام الاثنين التلات لحد الخميس. أول حاجة، أنت زمان في المدرسة بتاعتك كانوا مقسمينكوا فصول، الدفعة كانت كبيرة مثلا على المدرسة، يعني تالتة ثانوي كنتوا كتير فقسموكوا في سرعة على المدرسة. نفس الكلام هنا، مقسمينكوا سكاشن، الدفعة بتاعتك بتبقى 500 600، فبيقسموكوا سكاشن. كل سكشن مثلا بيبقى فيه 20 واحد، 25 واحد تقريبا في الرينج ده. طيب زمان انت كنت في الفصل كان بيبقى كل فصل ليه استاذ، دلوقتي لا، الدفعة كلها لها دكتور واحد او اتنين او تلاتة ماسكين المادة. تمام، هنشوف دلوقتي. يبقى اول حاجه انا عرفت ان انا دلوقتي اتقسمت على سكاشن، انا كاحمد مثلا اسمي بقى في اول سكشن، في سكشن واحد احمدات في الاول مثلا. تمام، طيب جم الدفعه بتاعتك قال لك احنا هنقسموكوا لمجموعتين، قال لك من سكشن واحد لسكشن 8 دي اسمها مجموعه اولى، من سكشن 9 لسكشن 16 دول اسمهم مجموعه تانية. طب ليه قسموكوا لمجاميع؟ يعني ليه قسموكوا سكاشن وبعد السكاشن ده قسموكوا لمجموعتين؟ قسموكوا سكاشن عشان يقدروا يتعاملوا معاكم بسهوله ويوزعوكوا على المعيدين. بالنسبه للسكاشن هقول لك كده دلوقتي، قسموكوا مجموعتين لان الدكتور قال لك انا هخش اشرح مثلا، الدكتور خش يشرح المحاضره قال لك هو انا هخش اشرح و600 طالب مره واحده؟ طب ما انا اقسمهم 300 طالب و300 طالب، ودول يبقوا في مدرج ودول في مدرج، وانا اروح اشرح لهم المحاضره. يعني معنى كده ان الدكتور بيشرح نفس المحاضره مرتين في الاسبوع، اول مره بيروح مثلا لمجموعه اولى. يعني انت مثلا عندك محاضره الرياضه الهندسيه مكتوبة رياضة هندسية، ده معناه إن هي محاضرة رياضة، مكتوب هنا رمز، ده رمز المادة اللي أنت بتسجل بقى على موقع ملوش أي لازمة، يعني أنت ما تحطوش في دماغك. تمام، يبقى أنت عندك أول محاضرة رياضة يوم الأحد من الساعة 9 للساعة 10 ومن الساعة 10 للساعة 11، يعني ساعتين متواصل ورا بعض رياضة المجموعة واحد، المجموعة الأولى اللي هي من سكشن 1 لسكشن 8. يعني أنت لو اسمك في سكشن 1 يبقى هتحضر في المحاضرة دي، اسمك في سكشن 8 هتحضر في المحاضرة دي، والسكاشن دي بتنزل على جروبات الدفعه، كل واحد بيعرف هو في سكشن كام من اول السنه. طيب يبقى انا دلوقتي عندك ماده الرياضه مكتوب تحت استاذ دكتور عرفه الدكتوره سماح، ده معناه ان الماده دي لها دكتورين مسؤولين عنها، الدكتورين دول هم اللي بيحطوا لك الامتحانات، وهم اللي بيوزعوا المنهج بدماغهم، وهم اللي بيخشوا يشرحوا لك، مفيش غيرهم، هم المسؤولين عن الماده. تمام، هم بيتفقوا مع بعض، مثلا الدكتوره سماح تقول الدكتور عرفه انا هخش النهارده، تيجي تاني اسبوع الدكتور عرفه يتفق معايا انا هخش النهارده اشرح مثلا. ساعات الدكتور مثلا عرفه بيمسك مثلا تخصص جبر وجبر مثلا، والدكتوره سماح تبقى ماسكه تفاضل مثلا. تمام، فالدكتور سماح ده كان هخش اشرح الاسبوع ده تفاضل، الدكتور عرفه كان هخش اشرح الاسبوع الجاي جبر، حسب بيقسموها مع بعض. طيب مكتوب مدرج 513، الرقم ده لازم تاخد بالك منه لان انا خدت بالي منه متاخر، معنى ان مكتوب 513 يعني بيقول لك الدور الخامس مدرج 13. يعني انا اول ما اعرف الجدول 513 اطلع الدور الخامس على طول، يعني الساعة 9 هروح الكلية هطلع الدور الخامس اروح اشوف مدرج 13. خلاص، يبقى انا اطلع كده ابص الاقي اطلع الدور الخامس هلاقي مكتوب مثلا مدرج 514. طيب معناه ان 513 جنب على طول، يبقى انا ابص على المدرج اللي جنب ده 513 بتاعي. خلاص، طب انا مثلا عايز اروح مدرج 514 وانا في وش 513، اعرف ان اللي لازق فيه على طول 514. خلاص، طيب بعد طب المجموعه الثانيه هتاخد لغايه امتى؟ هتيجي تبص على المجموعه اللي على الشمال اللي هو من سكشن 9 ل 16، هبص الاقي مكتوب رياضيات هندسيه مدرج 514، يعني المجموعه الثانيه قاعده في 514، الدكتوره سماح مثلا هتخلص هنا وتيجي بالساعه 11 للساعه 1 تمشي تروح المجموعه الثانيه على طول تديهم رياضه، خلاص في قاعه 514. يعني معنى كده ان انت الطلاب اللي هم من اول سكشن 1 لسكشن 8 قاعدين في كام؟ في مدرج 513، والطلاب اللي هم من سكشن 9 قاعدين من 9 لحد الاخر قاعدين في مدرج 514. طيب في نفس الوقت الطلاب اللي هم في المجموعه الاولى بياخدوا رياضه، عندك هتلاقي في المجموعه الثانيه طلاب بياخدوا ميكانيكا هندسيه.
طيب ميكانيكا هندسيه وده الكود بتاعها ملوش لازمه قلت لك. طيب الميكانيكا هتلاقي مكتوب استاذ دكتور ماهر، دكتور فوزي، دكتوره ماجده. طيب انت عندك الثلاث دكاتره مسؤولين عن الماده، يعني ماده الرياضه مسؤول عنها اثنين، ماده الميكانيكا مسؤول عنها ثلاث دكاتره. توزيعها دي بتبقى من الجامعه مالناش علاقه بيها، تمام؟ طيب يعني معنى كده هم بقى الدكاتره بيتفقوا مع بعض، اهله جاي يدهن جزئيه، اهله جاي يشرح الجزئيه الاولى، اهله جاي يشرح الجزئيه الاخيره، اهله جاي يخش المحاضره دي، اهله جاي يخش المحاضره الجايه، دي بتاعت الدكاتره انت مالكش علاقه، انت ليك منهج تخش تاخده وخلاص، تمام؟ طيب بيجوا فين؟ في قاعه 514، يعني الدور الخامس او رقم في قاعه 14. طيب جميل جدا. بس بعد كده بقى بتيجي الدكتوره ماجده بتطلع او الدكتور الميكانيكا بيطلع، بعد كده يجي على طول الدكتوره سمحت تسيبهم هنا وتيجي تخشهم هنا تدوهم رياضه، تمام؟ طيب الطلاب دول بيعملوا ايه بقى؟ بيجوا انت بقى بص انت هتلاقي عندك سكاشن تانية، دي معناها سكشن، ما دام مش جايه من اول القايمه كده لحد اخر القايمه يبقى معناها سكشن متقطع. طيب بيقول لك سكشن واحد وسكشن اثنين وراهم تمرين رسم هندسي مع المهندس عمرو في صاله 115، ده معناه ان هم سكشن واحد وسكشن اثنين بس هينزلوا يروحوا لصاله 515. طب 115 معناه ايه؟ معناها الدور الارضي صاله 15، يعني هم كده هينزلوا تحت على طول الدور، ما تقعدش تدور وتلف لان انا دخت والله. فانت بتاخد نفسك وتنزل تقرا اول رقم 115 ده يبقى هنزل الدور الارضي، تمام؟ الدور الاول. بعد كده هبص اقرا على الصالات، اول ما الاقي صاله 115 دي بتاعتي ما تسالش حد، انت بص على الصالات وجف في كليتك عشان تبقى عارف دي صاله ايه وده مكان ايه وده مكان ايه زي ما انا عملت، تمام؟ توصل لصاله 115 تخش تلاقي ايه مهندس عمرو قاعد جوه مستنيك، بيدوك رسم 3 ساعات من الساعه 11 للساعه 12، من 12 ل 1 ومن 1 ل 2، 3 ساعات متواصل خلاص كازيين في بعض. بعد كده عندك سكشن 3 وسكشن 4 نازلين مهندسه نوران تديهم رسم في صاله 513 جنب صاله 515، الاثنين بيبقوا جنب بعض اصلا، بس هم طبعا موزعين ثلاث سكاشن على سكشنين على مهندس وسكشنين على مهندسه عشان تقدر تتفاعل معاهم وتشوف عايزين ايه وتساعدهم. طيب بعد كده من 5 ل 6 وراهم فيزياء في معمل الفيزياء، معمل الفيزياء مش مكتوب رقم لان هو معروف، هو معمل فيزياء واحد في الكليه انت بتسال عليه وبتعرفه. معمل الفيزياء برضو من سكشن 7 و8، سكشن 7 و8 عليهم فيزياء. بعد كده تيجي المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه في نفس الوقت ودوت عمالين ياخدوا فيها سكاشن، المجموعه الثانيه بتاخد رياضه. بعد ما يخلصوا رياضه هتبص تلاقي المجموعه الثانيه اتقسمت ناس ما وراش حاجه، الابيض ده معناه ان في السيعه دي امشي كده على اليمين، الاقي من الساعه 1 ل 2 من سكشن 13 و16 فاضيين ما وراهمش حاجه تماما، قاعدين ينزلوا بقى يقعدوا يفطروا ويقعدوا في الكافيه، يقعدوا يشربوا حاجه، ياخدوا ريست براحتهم، تمام؟ طيب عندك مجموعه 9 و12 يبقى وراهم في مدرج 115 مع مهندسه فدوى سكشن رياضه بتشرح نفس اللي الدكتور شرحته تقيل عليه. طيب بعد كده بقى انت عندك من 9 سكشن 9 و10 بياخدوا نفسهم ويروحوا ما يروحوش حاجه بقى خلاص، خط اسمر كده ما يروحوش حاجه ابيض خلاص اجازه بالسلامه يروحوا. طيب مجموعه 11 سكشن 11 و12 وراهم حاسب، هيروحوا معمل الحاسب معروف برضه زي معمل الفيزياء. طيب دول بعد ما يروحوا سياحه ينزلوا يروحوا سكشن ايه؟ رسم مع مهندس رجب ومهندس محمد عماره في الصاله زي ما قلنا نفس الصاله تقريبا، تمام؟ بعد كده بقى كل واحد يروح ويبدا يوم جديد، يوم الاثنين مثلا المجموعه الاولى وراها مثلا محاضره كيمياء هندسيه مع الدكتور هاني كحيل في مدرج 513 يعني الدور الخامس قاعه اسمها مدرج اسمه 513. بعد كده بيخلصوا الساعه 11 من 11 ل 1 وراهم محاضره برمجه مع الدكتوره هبه او نرمين في مدرج 513. طيب بعد كده بقى عندك سكشن واحد بياخد نفسه كده وسكشن واحد عنده ما هوش حاجه، وبعد كده وراه بيقعد ساعتين في الكليه ما هوش حاجه فاضي ما بيعمل فيهم هو عايز، بعد كده بيروح من 3 ل 5 تمرين او سكشن كيمياء او عمل كيمياء. انا في الحاله دي بنصحك كاحمد، بنصحك كطالب، انا كنت زيك انا مثلا سكشن واحد وكان احمد، لو انا في الوضع ده انا مش هروح اقعد ساعتين في الكليه على السلم وانا ممكن في ساعتين اروح البيت واعمل فيهم انجازات، ده وقت انت بتضيعه. فانت كطالب حاول الساعتين دولت تمشي حالك ازاي، هبص اشوف في الساعتين دولت هل في سكشن هنا لسه ما حضرتوش في الاسبوع، هبص الاقي ان سكشن الكيمياء اللي انا كنت احضره متاخر من 3 ل 5 موجود سكشن اهوت هيبدا حالا بعد محاضره البرمجه من 1 ل 3 في نفس الوقت اللي انا فاضي فيه، فاروح جاي واخد نفسي ساحب نفسي ورايح لسكشن الكيمياء اللي هو من مجموعه سكشن 9 و10، اروح اكلم مهندسه لو سمحت مش مهندسه انا السكشن بتاعي بعد ساعتين وما اوريش حاجه وهقعد فاضي، بدل ما اقعدهم فاضي ممكن احضر مع حضرتك وتكتبي اسمي تاخديني غياب، لان نفس المعيده، ما انت فاكر نفس المعيده اللي بتديك هنا اللي بتديك هنا،
تمام؟ لو سمحت ممكن تاخد غيابي وهمشي انا، عشان وبعد ما اخلص امشي انا وجاب الساعتين دول عشان مواصلاتي وكده. تقول لك تمام، تاخد اسمك تحضر، تاخد اسمك وتروح، بدل ما كنت هتقعد ساعتين فاضي وبعد كده تروح تحضر وتاخر نفسك اخر اليوم، تمشي الساعه 5 من الكليه، لا مشي الساعه 3 وهكذا بقى. قيس بقى، قيس بقى يعني. طب سؤال بقى، هل ينفع انا مثلا في مجموعه واحد اروح احضر في مجموعه اتنين؟ ايوه ينفع عادي جدا، بس هتستاذن بتوع مؤيدين السكاشن. يعني مثلا انت لو عايز تحضر في 16 وانت واحد، هتستاذن هتمشي قاعد في الصف دي كده، بس هتستاذن المعيدين. وانا انصحك بلاش الحوار ده جدا، لو لقيت معيد رخم وغلس ومخلاش تحضر في السكشن بتاعه هنا، هتتسوح وهتتبهدل وهتقعد تدوخ في وجدارك هيبوظ. فانت التزم بسكشنك وانزل بالصفه بتاعتك، ما تتغيرش، سيستم امورك على احسن لك واريح. اتمنى اكون قدرت افيدكم، واي حد عنده موضوع معين عايزني اتكلم فيه سيبوه في الكومنت. وما تنساش انا سايبك بلاي ليست وشرح الرسم الهندسي وبعض المواد عندك كتير هتنفعك في الهندسه، وجاي ليست المعلومات والنصائح، يا ريت تخش تتفرج عليه، صدقني مش هتندم. اشوفكم على خير، فيديو تاني ان شاء الله.